اشتهي القلب الرشيد يا ليلى وطبات على قلبي بيدك الجلالة يا ليلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين والمشاهدات دياولي كدارين لبس عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا. نلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة يا ربي، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا النهار راني باغية ندير المربى ديال المندرين كما تشوفوا. عندي هاد الكوكوت كبيرة راها عامرة كما تشوفوا، وعندي كيلو ديال سنيدة. علاقاش المندرين راه ياسر بزاف تبارك الله، كوكوت عامرة غادي ندير غي كيلو ديال سنيدة. على حقاش راه هو حلو، وراه حلو. دابا غادي نكب عليه هذاك السكر بحال هكا، هكا، وغادي نخلطو مزيان ونسد عليه ونخليه حتى الغدا الصباح حتى تذوب ديك سنيدة. هذاك السكر كيذوب كامل. وغدا ان شاء الله غادي نزيد فيه واحد الحبة ديال الحامض، غادي نعصرها ونزيدها عليه، وغادي نشعل عليه البوطة ونخليه يطيب، ونعاودو ان شاء الله نتلاقاو. كما تشوفوا راه هو في الساكه يبدا يذوب. نخوتاتي الا بغيتو في السعي وجد لكم، غسلوا يديكم مع ديك سنيده وديروا له بحال هكا. هكا راه في الساكه يتخدم في الساكه، حتى الطياب ديالو في الساكه يطيب. ملي كديروا سنيده حرشه تبقاو ديروا له بحال هكا. عندهم راه في البلاصه هذيك سنيده غادي تذوب هكا، وفي الساكه يطيب ما يعذبكمش. ها انتم، انا ما بغيتش ندير شي ضراب ولا شي حاجه، بغيت غير بحال اللي كنعجنوا هكا. هكا راه ما غاديش يعذبكم في الطياب ديالو، وفي الساكه كيطيب وما كيبقاو فيه لا خيوط لا والو ملي كيطيب مزيان. ها انتم غير بحال هكا، وغادي تخليوه ديك ساعتين يبات. كان طريقه تكبوا عليه غير سنيده وتخليوه، كان طريقه ديروا له بحال هكا، ولكن هذه احسن طريقه بحال هكا، راه في الساعه كيطيب. ونعاودو خواتاتي نتلاقاو. نخواتاتي هذاك المندرين ديالي هو كما تشوفوا راه بات، ها هو راه صبح معسل وطلق داك الماء ديالو كما تشوفوا. هو هذا، ودابا راه غادي نعصر هاد الليمه هادي كبيره، وغادي نزيدها فيه وغادي نخليه يطيب ان شاء الله. ما حد هو فيه الماء، وانتم خليوه يطيب 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 حتى يتعسل. الا لقيتوه تحل هي هذيك، ما لقيتوش ديروا له داك الميكسور طحنوه، وفين غادي تلقاوه معسل غادي تطفيو عليه. غادي نديرو يطيب ان شاء الله، وغادي نزيد له هاد الحامضه هادي، وغادي نعاودو ان شاء الله نتلاقاو. ها انتم اخواتاتي، داك المربى ديالي هو كيطيب كما تشوفوا، وما تسدوش عليه باش ما يطلق لكمش الماء بزاف، خليوه محلول، الطاوة محلولة. غير تبقى محد هو كيطيب وهو كينشف من الماء، وإلا سديتو الكوكوط راه ما كينشف لكمش في الساع. خليوه يطيب على خاطرو هكا. أنا راني زدت فيه حامضة كبيرة، وزدت فيه واحد ثلاثة د المعالق ديال كسميتو ديال ما زهر باش يطلق واحد المذاق زوين. ودابا راه غادي نخليه يطيب هكا على خاطرو حتى ينشف ويتعسل. نخواتاتي كما تشوفوا راه كيطيب، هو كيطيب وانا كنهودو بحال هكا باش كامل يطيب. ويلا لقيتوه طايب تعسل طايب ومحلول كامل خليوه، الا ما لقيتوش تحل طحنوه بالميكسور، راه كيطحن ويجي مزيان، يجي معسل، يجي زوين. هانتوما ملي قرب ينشف تما طحنوه غير بداك الميكسور ديال اليد. علاقاش هذه راه وقت المربى، الواحد راه برتقال هنايا عندنا موجود، غير كيقعد كيخسر. احسن من الاحسن تقشروه وطيبوه مره اخرى، تصيبوه الحلوه الماكله لاي حاجه، حاجه ملي كطيبوها على يدكم ماشي بحال اللي كتجيبوها من برا، عارفين واش دايرين فيها.
هنا خواتاتي كما تشوفوا راه طاب وطحنته. ها نتوما راني طحنته بهذا الميكسور هذا كما تشوفوا، راني طحنته يا في الكوكوت ديالو، ودابا راني غادي نخليه يطيب على خاطرو، ما غاديش نطفي عليه ولا، غادي نخليه يطيب حتى يتعسل، لحقاش راه باقي خفيف. ها نتوما راه باقي خفيف، اللي بغات تخليه خفيف على حساب الحلوه تقد تخليه خفيف، اللي بغات تخليه يتعسل تخليه يتعسل. هذا اللي كطحنوه راه واخا تعسل مزيان راه في الحلوه يجيكم زوين الخدمه. ها نتوما ما غادي نخليه يطيب حتى يتعسل ونرجع معاكم. هنا خواتاتي كما تشوفوا راني كنعقم القراعي ديالي باش ندير فيهم داك المربى. ها نتوما هادو غادي نحيد هادو ونرد هادو يتعقموا. هاني دايره الماء، دايره واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل باش نعقم هذوك القراعي ما يضيعليش المربى ديالي. ها نتوما كما تشوفوا غادي نحيدهم ونرد الاخرين يطيبوا، وغادي نديرهم فوق واحد الزيف نخليهم يتقطروا مزيان، نمسحهم عاد وندير فيهم. كديرهم خواتاتي بحال هكا فوق شي منديل كما تشوفوا راهم عاد سخونين، وكتخليوهم يتقطروا على خاطرهم وتمسحوهم وديروا فيهم المربى ديالكم باش ما تضيع لكمش. والاخرين راني رديتهم عاوتاني يتعقموا. هنا خواتاتي كما تشوفوا ها هي المربى ديالي راها بايته، شوفوا تبارك الله كي تجي دايره راه كتجي زوينه ومعسله كما تشوفوا. ودابا غادي نديرها ان شاء الله في القراعي كما تشوفوا تبارك الله راها زينه وعاقده. نتوما اللي بغيتو تخليوها عاقده خليوها، بغيتو تخليوها شويه جاريه تخليوها، ها هي تخدم لكم الحلوه لاي حاجه. على حقاش هذا الوقت هذا ديال المندارين التشين تبارك الله غير طرامة، الواحد غير كيخليه في الدار تيخماش، من الاحسن طيبوه وتسحقوه مره اخرى. الحلوه ديال العيد هي جايه وشحال من حاجه ان شاء الله، الله يجربي يوصلنا العيد ان شاء الله على خير وبخير، ودخلوا علينا بالصحه والهنا وباش ما تمنينا. ها نتوما شوفوا تبارك الله كيجي داير، وغادي نعمروا ان شاء الله في القرعه ونعاودوا نتلاقاو. ها نتوما خواتاتي شوفوا شحال من قرعه اللي عمرت تبارك الله، هاني عمرت 6 ديال القراعي، وشوفوا تبارك الله كي داير المربى تبارك الله زوينه. احسن طيبوه في داركم وعارفين سمو كتاكلوا باش ديروا الحلويات ديالكم، وكيصبر لكم ديروه يقعد لكم شحال ما كيضيع ما والو. ها نتوما كما تشوفوا تبارك الله راه خرج لي الخيرات، شوفوا شحال من قرعه، والقرعي راه كلهم كبار. ها نتوما كاين غير هذه صغيره وهذه شي لافور كلهم كبار. نعاودو نتلاقاو. هنا خواتاتي ملي تبقاو تسدو القراعي ديالكم تبقاو ديرو بلاستيك الغذائي بحال هكا على فم القرعه وكتسدو باش وزيرو مزيان باش صافي النفس ما يخرجش، وكيسميتو القراعي الا تصدى ولا شي حاجه كتكونوا دايرين ديك البلاستيكه. ها نتوما بحال هكا تكونوا دايرين ديك البلاستيكه، ها نتوما راه يقعد لكم ما يضيع ما والو، تاكلوا منه وديروا حلويات وديروا اي حاجه بحال هكا، وكتزيروا مزيان باش ما يخرجش النفس باش ما يضيع لكمش بحال هكا. هنا خواتاتي هذا هو المربى ديالي اللي درتو كما تشوفوا، راه خرج لي 6 ديال القراعي تبارك الله كما تشوفوا. ونتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى خواتاتي تجربوه راه غادي ينفعكم بزاف. ها نتوما راه تبارك الله كيخرج لكم الخيرات، ونتمنى يعجبكم الفيديو. ديروا لنا شي بصيمه فضلا ليس امرا، ومرحبا بكم معنا، ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبالسلامه عليكم وخليتكم على خير ان شاء الله.